مرحبا، حلقة جديدة من أنت الحكم، وموضوعنا اليوم عن جائزة الكرة الذهبية والمنافسة الشرسة هالسنة حول هوية اللاعب الفائز فيها. الإعلان الرسمي عن هوية الفائز رح يكون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. إذن وبعد ما كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين 30 للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، ظهر للجميع أنه ما في لاعب يمتلك حظوظ أكبر من غيره لحصد الجائزة الأغلى عند اللاعبين مثل السنوات الماضية. المنافسة السنة مشتعلة بين عدة لاعبين حظوظهم متساوية بالفوز، ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي يعتبر أحد المرشحين وبقوة لنيل الجائزة، خاصة بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين. لكن رغم هالشي بشوف البعض أنه ميسي غير جدير وما بيستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام. فالفرنسي باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد قال أنه سئم من مرح الكرة الذهبية لميسي، وأضاف شو عمل ميسي السنة ليربحها؟ أوكي كوبا أمريكا، بس حدا يخبرني شو قدم كل هالسنة مع برشلونة. وختم إيفرا حديثه بأنه الكرة الذهبية لازم يخدها جورجينيو أو إنغولو كانتي. السنة الماضية فشل ميسي من الفوز مع برشلونة بالدوري الإسباني، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بعكس جورجينيو اللي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي هو وزميله المرشح الآخر إنغولو كانتي، وقدر يربح لقب يورو مع منتخب إيطاليا. تصريحات إيفرا اجت بنفس الوقت مع كلام مدرب بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان واعترافه بحقية فوز لاعبه روبرت ليفاندوفسكي بالجائزة. أيضا ريال مدريد بدوره طالب عبر حسابه الرسمي على تويتر بمنح الكرة الذهبية للاعبه الفرنسي كريم بنزيما، خاصة بعد تحقيقه لقب دوري أمم أوروبا مع منتخب فرنسا وتقديمه عروض قوية مع ريال مدريد. فهل تتفقوا مع كلام إيفرا بأنه جائزة الكرة الذهبية لازم يربحها جورجينيو أو كانتي بدلا من ميسي، أو أنتم مع فوز ليفاندوفسكي أم بنزيما فيها؟ شاركونا آراءكم عبر الكومنتس وتفاعلوا معنا بلايك وشير، وما تنسوا اعملوا سبسكرايب.